إنا لله يا أشرف وإنا إليه راجعون. ارجع يا أشرف. تبتجوا منا في الأولاد. تبتجوا منا في الأولاد. إلى الشعب المصري الشقيق، إلى مصر الحبيبة، إن غزة تتعرض إلى ظلم كبير كما لم يكن من قبل، وتئن تحت وطأة حصار محكم كما لم يكن من قبل، وتحتاج إلى كل مساعدة وكل وقفة وكل تضامن وكل دعاء في ظهر الغيب.